السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. اتهمت لجنة حماية الصحفيين الدولية جميع أطراف الصراع في اليمن بارتكاب انتهاكات ضد الصحفيين ووضع قيود وإجراءات صارمة ضد من ينتقدونها في جميع أنحاء البلاد. وأشار تقرير نشرته اللجنة إلى أن الصحفيين الذين ينتقدون ميليشيا الحوثي لا يستطيعون العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأوضح التقرير أن الوضع لا يختلف كثيرا في عدن ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة والتحالف. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى متى يستمر الصحفيون وقودا للحرب وضحايا للميليشيا والأحزمة الأمنية التابعة للإمارات، وما الذي فعلته المنظمات الدولية من أجل حماية الصحفيين؟ بدأت ميليشيا الحوثي جلسات التحقيق مع 10 صحفيين أمام النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرتها في العاصمة صنعاء. وقالت مصادر صحفية إن الصحفيين المعتقلين منذ 4 سنوات هم عبد الخالق عمران وصلاح القاعدي وتوفيق المنصوري وعصام بالغيث وحسن عناب وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وأكرم الوليدي وحارث حميد. وأشارت إلى أنه تم التحقيق اليوم مع 4 منهم. قبل البدء في النقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. مرة أخرى تقرع اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ناقوس الخطر وتؤكد أن حجم الانتهاكات الصحفية في اليمن جاوز حدود لا معقول، وأصبحت حياة الصحفي في مرمى الموت والتعسف والقهر ومن جهات عدة. فالصحفيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية لا يستطيعون العمل بل لا يأمنون على حياتهم، فالصحافة أضحت تهمة رمت بحياة الكثيرين إلى ما وراء القضبان. الوضع لا يختلف كثيرا في العاصمة المؤقتة الخاضعة لسيطرة الأحزمة الأمنية التابعة لدولة الإمارات التي تمارس القهر والانتهاكات وتكميم الأفواه، حتى أن مجرد الحديث عن دور الإمارات في المناطق المحررة أصبح تهمة تستوجب الإسكات وبوسائل شتى، من ضمنها المنع من الظهور في وسائل الإعلام وأحيانا الاختطاف والسجن والتهديد بالقتل. وأمام هذا الوضع كله لم تستطع المنظمات الدولية عمل شيء يمكن أن يكون له تأثير ينعكس بالإيجاب على الصحافة والصحفيين. أقصى ما استطاعت تقديمه هو البيانات والمناشدات التي لا تحدث فرقا في وضع كاليمن. وبينما اللجنة الدولية تحذر وتستنكر، تعلن الميليشيا اليوم بدء جلسات التحقيق مع عدد من الصحفيين المختطفين لديها في العاصمة صنعاء منذ أكثر من 3 أعوام. أهالي المختطفين يقولون إن الميليشيا تقوم بتلفيق تهم باطلة على أبنائهم تمهيدا للحكم عليهم، وتؤكد أن ما يحدث هو جريمة ترتكب في العلن. إذن ينضم إلينا من جنيف عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين السيد نبيل الأسيدي. سيد نبيل، مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا بك سيد نبيل. يعني أنتم في نقابة الصحفيين، كيف تتابعون التحقيقات التي بدأتها الميليشيا مع 10 صحفيين مختطفين منذ 4 سنوات؟ بالفعل هذه تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بعد اختطاف الصحفيين ومنذ 4 أعوام، وأيضا منع أسرهم من الزيارة وتعذيبهم وممارسة مختلف أنواع الانتهاكات في حقهم. نعم. يعني هذا الجريمة، جريمة الاختطاف والإخفاء القسري لفترات معينة والتعذيب وغيرها، الآن يتم إحالتهم إلى محكمة أمن دولة، وهي محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب غير متخصصة في قضايا الصحافة، بالإضافة إلى أن نقابة الصحفيين ترفض وصول الصحفيين المختطفين أمام أي محكمة كانت متخصصة أو غير متخصصة في قضايا الصحافة. ولكن يعني هذا دليل هناك
استلاب للقضاء واستلاب لأجهزة الدولة والنيابات العامة والنيابات المتخصصة وتغييرها لصالح جماعة ميليشياوية تقوم بانتهاك متواصل لحرية الرأي والتعبير. هذه فكرة إحالتهم إلى النيابة هي محاولة إلى إضفاء أو إلى شرعنة عملية اختطافهم واعتقالهم طيلة هذه الفترة من قبل النيابة. التهم كانت تهم جاهزة وهي تكثير السلم العام ونشر أخبار تثبط القوات المسلحة ومهاجمة القوات المسلحة، وطبعا التهم المطاطية التي تصل إلى الخيانة العظمى وغيرها من التهم بمعاونة العدوان. يعني أنا أعتقد يعني أو أستغرب كيف يكون لصحفيين مختطفين منذ 4 أعوام يقومون بالتعاون مع العدوان. يعني هذه فكرة يعني سخيفة تدل على يعني القيام الميليشيات بنوع من عملية الإرعاب المتواصل لمختلف شرائح الصحفيين حتى الذين ما يزالون في الخارج. هذه المحاكمة هي إشارة واضحة ورسالة لكل المنظمات الدولية بأن الميليشيات الحوثية تضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية وبكل حقوق الإنسان وبحق الصحفيين في الحرية وأيضا حقهم في نقل الأخبار، وكل تلك الجرائم هي تعتبر جرائم ضد الإنسانية باعتبار أن الصحفيين هم شريحة مدنية. لكن سيد نبيل، يعني الجميع يدرك أن الدولة مسلوبة اليوم يعني بيد هذه الميليشيات، لكن يعني في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي نسميه، يعني كيف تستطيعون أو ما الذي تستطيع فعله نقابة الصحفيين تجاه هؤلاء الصحفيين الذين يتعرضون للمحاكمة وأيضا بقية الصحفيين الذين يتعرضون للانتهاك بين فترة وأخرى؟ طبعا في خلال فترات الحرب يعني يظل مسألة حماية الصحفيين مسألة صعبة، وخاصة في بلد تنتشر فيه الميليشيات التي لا تحتكم لأي أعراف قانونية أو إنسانية ولا حتى أخلاقية. لكن ما يهمنا هو رفض هذه الانتهاكات، إيصال صوت الصحفيين وزملائنا المختطفين وإلى كافة المنظمات الدولية لمحاولة على الأقل توثيق مثل تلك الانتهاكات، ومن ثم أيضا الضغط من أجل إصدار قانون عدم الإفلات من العقاب الذي يتبناه الاتحاد الدولي مع النقابات الدولية بما فيها نقابة الصحفيين في اليمن لمتابعة ومحاكمة كل من قام بتلك الانتهاكات، لأن على المستوى العالمي وجد أن هناك أكثر من 80% إلى 90% من الانتهاكات لا يتم محاكمة الصحفيين حتى وإن تم تجريمهم دوليا، لكن لا يتم محاكمة كل من قام بتلك الانتهاكات. وبالتالي هناك قانون تسعى تقديمه الاتحاد الدولي للصحفيين هو عدم الإفلات من العقاب، نتمنى أن يظهر إلى النور قريبا. أضف إلى ذلك بأن نقابة الصحفيين تتواصل بشكل جاد ودائم مع المنظمات الدولية والمبعوث الدولي وأيضا الأمم المتحدة وأيضا مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، وغدا سيكون لنا لقاء مع المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير لطرح هذه القضية عليه غدا صباحا، سيتم عرض هذه القضية. وكان قبل فترة في لقاء نقابة الصحفيين معه وحيث طالبناه بأن يزور اليمن وأن يزور الصحفيين في الداخل للاطلاع عليهم وفق آلية مجلس حقوق الإنسان الذي يمنح الحق للمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير لزيارة بلدين في العام الواحد، ووعدنا بأن تكون الزيارة قادمة إلى اليمن من أجل الاطلاع على الصحفيين على أوضاع الصحفيين وحالة الانتهاكات الموجودة فيها. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد نبيل، أشرك معنا في الحديث الصحفي والمحلل السياسي السيد فهمي السقاف. سيد فهمي مساء الخير. أهلا بك سيد فهمي، نتحدث اليوم عن وضع الصحفيين اليمنيين والمحاكمات التي تجريها ميليشيا الحوثي في صنعاء لعشرة صحفيين، يعني كيف تقيم الوضع الصحفي في اليمن إجمالا؟
عموما الوضع الصحفي في اليمن عموما وضع الصحفيين سيء جدا. المشكله تتفاوت في السوق من مكان الى اخر فقط. وتفاوت في السوق. مثلا داخل المناطق المحرره ايضا اعتقد انه وسائل القمع والطمع الصحفيين اكثر بكثير انا اراها. يعني انا داخل عدن مثلا انا اول صحفي يمنع من الظهور في قنوات الفضائيه. بشكل عام من قبل الحزام الامني التابع للامارات. نعم. المنع هنا اشد منك يا استاذ. وبعدها تبعني الزميل الصحفي سامي الكاف واعتقد ان الغائمه مفتوحه فقط لن يسمعوا بالظهور الا لمن هو في صفهم فقط. يعني جميع الاطراف الصراع في اليمن هو لا يريد الشهود على الحقيقه. فقط. لا يريد الشهود على الحقيقه باي شكل من الاشكال. للاسف الشديد. نعم، لكن سيد فهمي يعني أنت أحد الذين يعني تعرضوا للمضايقة، يعني كيف تقيم دور الجهات الرسمية وأيضا المنظمات الدولية مع ما يتعرض له الصحفيين بشكل عام ومع قضيتك أنت والصحفي سامي الكاف؟ للأسف الشديد يا أستاذ، أنا حتى أقول لك للأسف الشديد يعني اولا دور نقابه الصحفيين هنا انا لم صحيح لست عضوا في نقابه الصحفيين لكني لا اعتقد ان النقابه فقط تصر على اهواها. هذا اولا. الامر الاخر ايضا بعض المنظمات او المؤسسات الصحفيه الدوليه ربما لها معايير خاصه المزدوجه مثلا لديك لجنه حمايه الصحفيين لم تشر الى اسمي بالخالص لا ادري ما السبب. نعم. يعني هنا لما ترى انه هذه المنظمه الدوليه بهذا الشكل تتعامل مع الصحفيين في اشكال ما يعني للاسف الشديد. فبالتالي حقا هؤلاء الاطراف تضع مصدر اكثر على الصحفيين حينما ترى مواقف بهذا الشكل تنتصر من المعنيين حريه الصحافه والدفاع عن حريه الصحافه والى اخره. نعم. إذا ابقى معي سيد فهمي، أشرك أيضا معنا في الحديث، سينضم إلينا من مدينة اسطنبول التركية الصحفي يوسف عجلان. سيد يوسف مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك سيد يوسف، يعني برأيك ما الذي تسعى إليه ميليشيا الحوثي من وراء التحقيقات مع الصحفيين العشر اليوم؟ هي في الأصل هي تريد بشكل عام من التحقيقات أو من المحاكمات التي تجريها للمختطفين بشكل عام شرعنة وجودها ردا أيضا على فشل المفاوضات الأخيرة. كان هناك يعني هدف من المشاركة الأخيرة إلى إطلاق جميع المعتقلين والأسرى. فعندما فشلت المفاوضات وعندما الحكومة أعلنت أنها ستتوقف عن المفاوضات مع الحوثيين، الحوثيين لجأوا إلى هذه الطريقة من أجل الضغط على المجال أو الصحفيين بشكل عام، هم الذين ينقلون الخبر وينقلون الصورة. فأرادوا أن تكون الرسالة للحكومة وللجهات الدولية عبر الصحفيين أنهم سيحاكمون الصحفيين كونهم ارتكبوا جرائم بحسب ما يقولون بأنهم ساعدوا ما يسمونه بالعدوان، مع أن الصحفيين في الأخير تم اختطافهم من أماكن يعني مختلفة، كانوا في منازلهم، بعضهم كانوا في جلسات مع أصدقائهم. لكن الحوثيين يحاولون الآن إظهار للرأي العام أنهم سيقومون بمحاكمة جميع المختطفين بشكل عام، لكن الصحفيين هي رسالة تعتبر رسالة أولى من أجل إثارة الرأي العام. نعم، لكن يوسف يعني أيضا هنا تساؤل، يعني أين كان القانون غائب خلال الأربع سنوات حتى يعني يظهروا اليوم الصحفيين لمحاكمات هزلية؟ يعني بمعنى ما قانونية هذه المحاكمة؟ يعني النيابة العامة التي تم إحالة الزملاء إليها نيابة أمن الدولة تم إلغائها من مجلس القضاء الأعلى في عدن قبل أشهر، وتعتبر أيضا نيابة غير نيابة باطلة، حيث أن الحوثيين سواء مؤسسات الدولة أو القضاء أو غيرها تعتبر مؤسسات ليس لها وجود كونها مؤسسات انقلابية وتكمن في يد الحوثيين. لكن فيما يتعلق بالمحاكمات في إحالات النيابة موجودة منذ أكثر من
من عامين تم إحالة كثير من المختطفين، وقضية 36 مختطف المعروفة ما يطلقون عليها بخلية صنعاء تعتبر معروفة ومشهورة، ويتم محاكمة خلال في احيانا في الشهر الواحد جلستين. لذلك الحوثيين يحاولون ان يجعلون من محاكماتهم محاكمات صحيحه ورسميه، لكن كما قلت لك ان اختيار هذا الوقت لاحاله الصحفيين هي رساله للعالم بسبب فشل محطه جنيف الاخيره وبسبب عدم ذهاب الحوثيين الى جنيف. نعم، اذا ابقى معي سيد يوسف. اعود اليك سيد نبيل، يعني ماذا بشأن الانتهاكات التي تحدث في المحافظات المحررة؟ يعني كيف تتابعونها، وبرأيك من يتحمل مسؤولية كل ما يحدث هناك؟ طبعا حال المحافظات المحررة أو التي مسمى يعني تحت سلطة الشرعية لا تقل سوءا عن حالة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، بل أن تقرير نقابة الصحفيين النصفي لهذا العام رصد ما يقارب 42% من حالة الانتهاكات تتحملها الحكومة الشرعية من خلال تشكيلاتها المسلحة المختلفة في عدن وفي حضرموت وفي شبوة وفي تعز. هناك حالة ميليشيوية تحت مسمى الجيش أو تحت مسميات مختلفة، في الأخير هي تتبع ولو اسميا وشكليا لأنه صدر بها قرارات من الرئاسة الجمهورية تتبع الحكومة الشرعية، وبالتالي هي التي تتحمل. يعني الحزام الأمني في عدن هو مارس الكثير من الانتهاكات في حق الصحفيين، وإضافة إلى قتل الناشط الشبابي بتهمة الإلحاد، وأيضا في حضرموت النخبة الحضرمية وفي شبوة النخبة الشبوانية، إضافة إلى تشكيلات مسلحة في تعز قامت باختطاف عدد من الصحفيين أو باعتقالهم واحتجازهم، كانت ميليشيات إما تتبع جماعة أبو العباس أو جماعة مسلحة تتبع حزب الإصلاح، وبالتالي هي كلها تحت مسمى الجيش الوطني، وبالتالي الحكومة الشرعية وأجهزتها التنفيذية والإدارية والأمنية والعسكرية تتحمل المسؤولية كاملة عن تلك الانتهاكات، إضافة إلى بعض الانتهاكات حصلت في محافظة مأرب باعتقال عدد من الصحفيين لفترات مختلفة، لكن يتم الإفراج عنهم بعد الضغط. في النهاية للأسف الشديد لا يبدو الجو مواتيا، يعني هناك في عدن تم إحراق مؤسسة صحفية لأكثر من مرة، تم الاعتداء عليها، تم الاعتداء على إحدى الإذاعات، تم اعتقال الصحفيين عدد من الصحفيين وتعذيبهم، أيضا تم منع عدد من الصحفيين من الظهور في القنوات، تم منع القنوات التلفزيونية التي يرون أنها مختلفة معهم من البث أو من الحديث مع الناس أو من التصوير، إضافة إلى التصريحات العلنية بأنهم سوف يحاسبون الصحفيين وسوف يعاقبونهم، إضافة إلى محور تعز الذي أصدر بيانا قبل تقريبا أسبوعين يحذر فيه الصحفيين ويقول أنه سيحيل كل من أساء للجيش، وهذه التهمة المطاطية بأنه سيحيلهم إلى النيابة وغيرها، وبالتالي نحن نشعر بأن مسألة الحريات الصحفية هي مسألة ربما كل الجماعات المسلحة وكل الجماعات التي تسيطر على الميدان تعرف أن هناك صحفيين سينقلون الحقيقة وبالتالي يريدون تكميم الأفواه، هذا نوع من أنواع الجانب الميليشاوي لدى الجميع، وبالتالي نقابة الصحفيين تحمل أولا الحكومة الشرعية وأيضا الجهات الإقليمية التي تسيطر على تلك الجماعات المسلحة. الجميع يعرف من يسيطر، من يدير الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية، وأيضا الأحزاب السياسية التي تتحكم في مصير مدينة تعز بما فيها الاحتدام السياسي الحاصل بين الإصلاح والناصري وأبو العباس وغيرهم من التشكيلات المسلحة. نعم، إذن سيد نبيل هنا بتساؤل أخير، يعني كيف تقيم تعامل المنظمات الحقوقية وأيضا بتحديد المنظمات المختصة بشأن الصحفيين تحديدا مع قضايا الصحفيين في اليمن؟ وأيضا تساؤل، أيضا البعض يطرح بعض العتاب على النقابة بأنها لم تستطع بإيصال معاناة الصحفيين للأروقة الدولية.
طبعا احب ان اوضح انه بالنسبه لما يخص نقابه الصحفيين، نقابه الصحفيين هي احدى الجهات التي تعرضت للتدمير المتواصل والانتهاكات المتواصله. اعضاء المجلس ما مشردون في الداخل او في الخارج، اضف الى ذلك انه تم اغلاق مقر النقابه في صنعاء، مقر النقابه في عدن تم لسنتين سنتين كاملتين كانت تحت سيطره مسلحين. الكادر الصحفي، الكادر الاداري لنقابه الصحفيين تم تسريحه، ميزانيه النقابه ايضا تم يعني تم اختطافها من قبل 3 سنوات وإحالتها إلى منظمة تتبع الحوثيين. الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين تعرضت لها النقابة، وبالتالي يعني ضعفت الإمكانيات. لم نستطع حتى الاتحاد الدولي والمنظمات التي مهتمة بالشأن أو بالشأن اليمني لا تستطيع الوصول إلى الصحفيين، لا تستطيع أيضا التواصل معهم، الجميع يمارس هذا الانتهاك. إضافة إلى أن مقراتنا في تعز أغلقت، وفي الحديدة أغلقت، وفي حضرموت أغلقت بسبب إما عجز في الميزانية أو بسبب الأحداث. هذا من جانب يعني، وبالتالي نحن نعمل بالإمكانيات المتاحة وما لدينا من جهد، حتى على الأقل هو جهد. لكن كيف تقيمون تعاطي المنظمات مع قضية الصحفيين، المنظمات إجمالا وأيضا المنظمات المعنية؟ بصراحة يعني نحن نشعر أن هناك خذلانا كبيرا من قبل المنظمات الدولية للصحفيين في اليمن. الخذلان ليس للصحفيين فقط، يعني لشريحة الصحفيين، هناك خذلان دولي للشعب اليمني، لكل المدنيين في اليمن. وبالتالي شريحة الصحفيين هي شريحة برضو مهمة، ولكن في إجمالا الصحفيين هم جزء من مما يتعرض له الشعب اليمني، من خذلان من المجتمع الدولي برمته. أشكرك سيد نبيل، وضحت الصورة. أشكرك سيد نبيل الوسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، كنت معنا من جريف. أعود لضيفي المحلل السياسي والصحفي فهمي السقاف. يعني سيد فهمي، أمام هذا الوضع سواء في مناطق سيطرة الميليشيا وأيضا مناطق سيطرة الشرعية، من يتحمل مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين؟ حقا أولا بحيث أشكر الصديق العزيز نبيل الوسيدي، فعلا أنا أتفق مع كل ما قاعد إليه. من يتحمل مسؤولية ما يحصل للصحفيين؟ طبعا أطراف الصراع كلها تتحمل مسؤولية كل ما يحدث للصحفيين أولا. الشرعية تأتي على رأسها بسلطات الدولة المعتادة دوليا. التحالف هو المسؤول أيضا عما يحدث. من يقف خلف التحالف من الدول الكبرى، بريطانيا، أمريكا، فرنسا، هم أيضا مسؤولين وقائعين فيما يحدث للصحفيين على الأرض. أنا لا أشتري أحد من هذه الجهات مطلقا. لكل منهم مسؤوليته، وبالتالي نحن وجدت انه مساله الاعتداء على الصحفيين تكديم الاغواء طبعا هي مساله بعد تمامها وبعتبرها تصاعد وفق ما تصاعد بسرعه في المنطقه. هذا امر نحن ندركه جيدا طبعا، لكن هذا لن يتم الاغواء، لن يستطيع اسكاتنا بالتاكيد. سنقول الحقيقه وسنبقي رسائلنا خاصه لايصالها للعالم. إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الصحفي والمحلل السياسي فهمي السقاف، كنت معنا من عدن. أعود لضيفي من اسطنبول الصحفي يوسف عجلان. سيد يوسف، يعني أنت أحد الصحفيين الذين يعني كانوا مختطفين لدى الميليشيا في فترة من الفترات، يعني ما الذي يتعرض له الصحفيين يعني في معتقلات الميليشيا خلال فترة الاعتقال؟ ربما أنت يعني اطلعت على الوضع عن قرب. مرحلة الاعتقال تختلف يعني طبيعة الحال من سجن إلى آخر، وأيضا في المرحلة الأولى تكون مرحلة التعذيب والتحقيقات المستمرة التي تستمر أسابيع ربما أشهر، إضافة إلى الإخفاء القسري الذي يحصل للمختطفين، وعندما يتم نقلهم أولا عندما يتم اختطافهم يتم إخفائهم قسريا لعدة أشهر، ثم عندما ينقلوا من سجن إلى آخر يتم إخفائهم أيضا قسريا ولا تعلم أسرهم أين هم. أيضا زملائنا في الأمن السياسي يعتبر هذا المكان واحد من يعني واحد من فضائح السجون الحوثيين، حيث أنه في بين الحين والآخر يتم إلغاء زيارة الأسر، يتم
منع الدخول، الأكل، أيضا الملابس لا يسمح لهم بالدخول، ليس لديهم إلا لباس واحد يتم استبداله باللباس يعطونه من السجن، لباس الذي يعطى للمساجين المتهمين الذي تعطى لهم النيابة. نعم. إضافة إلى ذلك الحرب النفسية التي تستخدم مع الصحفيين وإحالة الزملاء إلى التحقيقات حاليا يعتبر واحد من الحروب النفسية، وأيضا ربما يتسبب لهم ولأسرهم مضايقات كثيرة بسبب هذه المحاكمات. نعم، لكن بالنسبة للتحقيقات يعني هل هي يعني منطقية أم أنها يعني معظمها افتراءات وتلفيقات أو تلفيق تهم لا أساس لها؟ من أين المنطق لدى الحوثيين أن يختطفوا صحفي ينقل للناس ماذا يحدث؟ حتى السنوات الأخيرة بعد دخول الحوثيين إلى صنعاء الصحفيين انعزلوا عن العمل في الصحافة، تركوا عملهم. إذا عندما يتم اتهام شخص أنه يعمل مع العدوان وأنه ينشر أكاذيب، يعني عندما يقوم الحوثيين بقتل أشخاص أو يقوم باختطاف أشخاص أو يقوم بانتهاكات ونهب المباني ونهب المؤسسات، هل يعد ذلك بلبلة وإشاعة الفوضى في المجتمع؟ إنما ما يقومون به يقولون للناس وللرأي العام ما يحدث، لكن الحوثيين يريدون أن يصفون الصحفيين بأنهم مخربين وأنهم أشخاص يتعاونون مع دول أخرى وأنهم يستلموا مبالغ من أجل إثارة الفوضى في المجتمع. هذا ما يريد الحوثيين إيصاله للرأي العالمي. نعم. الذي للأسف. طيب يوسف، هنا سؤال أخير فيما يتعلق بالرأي العام العالمي وأيضا فيما يتعلق بالمنظمات الدولية بشكل عام والمنظمات المعنية بشؤون الصحفيين وأيضا نقابة الصحفيين، يعني كل هؤلاء كيف تقيم دورهم حيال قضية الصحفيين اليمنيين؟ فيما يتعلق بنقابة الصحفيين اليمنيين للأسف دورها يعني مستثنى فقط في الإدانات التي تأتي من الحين والآخر. أما المنظمات الدولية للأسف وموقفها مخزي، تحدى منظمة دولية أنها قامت بزيارة للصحفيين المختطفين لدى الحوثيين، هناك يعني مختطفين ما يقارب 11 صحفي، إلى الآن لم تزورهم أي منظمة دولية سواء منظمة حقوقية أو منظمة مهتمة بشأن الصحفي بشأن الحريات. الصحفيين ممنوعين من مقابلة أي منظمات، على بالرغم أن الصليب الأحمر أعلن أكثر من مرة أنه سيلتقي بالصحفيين لكنه لم يلتقي لا بالصحفيين ولا بدون ذلك، إنما التقى بأسرهم فقط. نعم، إذن أشكرك جزيلا الصحفي يوسف عقلان، كنت معنا من إسطنبول. وفي ختام الحلقة أشكر أيضا ضيوفي، كان معنا من جنيف عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنية السيد نبيل الأسيدي، و الشكر أيضا كان معنا من عدن الصحفي والمحلل السياسي فهمي الثقاف. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.